قصص من ملفات الشرطة المغربية، قصص مستوحاة من الواقع. حادة سبعينية تسكن غرفة فوق سطح منزل لا يبعد كثيرا عن محطة القطار. امرأة تبدو غريبة الأطوار، ولعلها تحمل من ماضي عمرها ذكريات تركت في نفسها ندوبا لا تشفى. ترفض أن يقرن اسمها بلفظة أم، كأن يقال لها أمي حادة أو خالة حادة. كثيرون يتعمدون استفزازها فينادونها بما تكرهه. تضع حادة في فمها سيجارة من التبغ الأسود لا تستعجل إشعالها. لم يكن منظرها وهي كذلك يثير اهتماما، فقد اعتاد الناس رؤيتها على ذلك الحال. حين تصادف أحدا ممن تعدهم من مجايليها تحكي حكايتها التي حفظها الناس لفرط الاستماع إليها. هي الحكاية نفسها التي تقول فيها بعد أن تشعل سيجارتها إنها لما كانت شابة كانت امرأة جميلة فاتنة. الفراغ الذي تركته أسنانها التي تساقطت لا يساعدها كثيرا على الابتسام. تحكي عن مغامرات كثيرة أبطالها رجال تصفهم بالصناديد التقتهم في الدار البيضاء. تتنفس نفسا عميقا، الدخان المتصاعد من لفافتها يزعج عينيها فتبدو وقد أغمضتهما. عبد الباقي من أولئك الصناديد الذين تحكي عنهم حادة، الشاب المكناسي الذي كان يقيم في الدار البيضاء في أواسط سبعينيات القرن الذي مضى. يبدو من كلامها أنها أغرمت به كما لم تغرم بشاب غيره. لا يذكر أحد ممن كانوا يستمعون إلى قصص حادة أنها أكملت قصتها مع عبد الباقي. أحيانا تبكي فلا تكمل القصة. كانت تقول إنها وهبته أعز أيام شبابها وجمالها. يقول بعض ممن يستهويهم كلامها وكأنهم يعزون في أيامها الخوالي تلك، إذا مضى الجمال بقي منه أثر يحكي عنها. تعجبها تلك الكلمات، تبتسم فتتمطط شفتاها، تحرص على ألا يظهر ذلك الفراغ الذي تركته أسنانها التي تساقطت. لم تذكر يوما أنها تزوجت أو أنجبت، ولا أحد قال إن حادة التي عادت إلى واتزم بعد غياب دام نحو من 50 عاما تزوجت أو أنجبت. ألسنة قالت إنها أمضت تلك السنين متنقلة بين الحانات وأحضان الذين تصفهم بالصناديد. يوم عادت إلى مدينتها كانت والدتها قد توفيت بضعة أعوام من قبل، وكانت آخر من بقي من عائلتها. ها هي الآن ونحن في العام 2000 تعيش وحيدة في تلك الغرفة فوق السطح، تجتر ذكرياتها التي لا تفتر تعرضها على من يرغب في الإنصات إليها. كانت تفضل الحديث إلى الرجال، تظن أن النساء كل النساء تغرن منها فتتحاشاهن، ولعلها تحس بحديثها إلى الرجال عودة إلى ماضيها ذاك الذي تعده جميلا، وإن لم يكن هؤلاء الرجال من الصناديد الذين عرفتهم وخبرتهم لما كانت في الدار البيضاء. عدا حكاياتها تلك لم يكن في حياة حادة ولا في شخصيتها ما يستحق الاهتمام. فئة من الجيران صنفتها مع المجانين، كان حكما نهائيا. ما كان يثير الاستغراب أن حادة حين تأتي إلى البقال القريب من المسجد تشتري ما تحتاج إليه وتدفع ثمن ما تشتريه، بيد أن كثيرين من الرجال والنساء كانوا لا يدفعون إلا آخر كل شهر. صحيح أن السبعينية لم تكن تستهلك الكثير من المواد الغذائية، ولكن ما تنفقه في شراء السجائر كان يمثل ثقلا لا يستهان به في نفقاتها الشهرية. لم يكن لحادة مورد معلوم، فلا هي تستفيد من معاش ولا هي مالكة عقار يدر عليها دخلا قارا. أكثر ما يثير استغراب المستغربين أنها قليلا ما كانت تغادر الحي الذي تسكنه. حاول أحدهم مرة استدراجها لمعرفة موردها بأن دعاها للحديث عن أيام الدار البيضاء تلك التي تعدها أيامها. كان يريد أن يستشف سرا يظنها تكتمه. لم تشفي غليل فضوله، تحدثت له عن جمالها الذي كان يجعل الرجال الصناديد يسعون وراء ودها ركضا وحبوا. تحدثت عن تلك الليالي في الفنادق الفخمة،
ذكرت أسماء لم يكن لذلك الفضولي أن يعرف منهم أحدا، ثم أتت على ذكر ذلك الشاب المكناسي الذي تقول إن اسمه عبد الباقي. وكما في مرات سابقة فإنها لم تكمل القصة. ذات صباح من أبريل من العام 2000 شهدت حادة في حدود الساعة 9 وهي تخرج من المنزل الذي تسكنه. كانت تضع على وجهها من المكياج ما يلفت الأنظار، مساحيق ودهون، ولبست من الثياب ما لم يعد يناسب سنها. التنورة المزركشة التي ارتدتها لم تكن على مقاسها وتحيل على زمن ولا. يبدو أن المرأة مسافرة. توقفت عند البقال وطلبت منه علبة سجائر. سألها إلى أين تريد؟ نظرت في عينيه، ربما لم تكن ترغب في الإجابة. ثم وهي تأخذ علبة السجائر والدراهم التي أرجعها البقال، قالت له إنها ذاهبة إلى الدار البيضاء. قالتها ثم اختفت. في محطة القطار اشترت تذكرة إلى الدار البيضاء وجلست على كرسي تنتظر. كان منظرها لافتا للانتباه. الذين يفدون على المحطة ينظرون إليها باستغراب وتعجب، وكانت ترد عليهم بابتسامات تتمطط لها شفتاها اللتين وضعت عليهما من الأحمر القاني، وجنتاها اخترقتهما تجاعيد متقاربة وعميقة، وقد اكتسبتا لونهما من مسحوق وردي، بينما ارتسم خطان من كحل عبر عينيها اللتين غابتا في محجريهما. جاء القطار، نزل بضعة مسافرين، وأذن بالركوب للمنطلقين إلى الدار البيضاء. في المقصورة التي جلست بها أجنبيان، رجل وامرأة، ثم التحق بهم رجل شاب. ظلت السبعينية تنظر إليه، كانت تحاول أن تلفت انتباهه إليها، ولكنه أخرج من محفظة كانت معه مجلة وانهمك في القراءة مثله فعل الأجنبيان. عم السكون تلك المقصورة، ثم سمع طرق بالباب الزجاجي. هو عون المكتب الوطني للسكك الحديدية جاء يراقب التذاكر. لم تدم العملية أكثر من دقيقتين، رن هاتف ذلك الشاب. لما وضعه على أذنه التقت نظراته بنظرات حادة التي ابتسمت في وجهه. كانت تحرص على أن تبدو ابتسامتها طبيعية. لم يكترث الشاب إليها، أنهى مكالمته وأعاد الهاتف إلى جيبه وعاد يقرأ في تلك المجلة. انتابتها رغبة في التدخين، خرجت من المقصورة ومضت إلى آخر العربة. لم يكن هناك أحد. أشعلت سيجارتها. بعد 5 دقائق عادت إلى مكانها. وجدت الذين في المقصورة كما تركتهم. لحظة الوصول إلى الدار البيضاء أعادتها 5 سنين إلى الوراء. لما غادرت المحطة أشياء كثيرة تغيرت. استوقفت سيارة أجرة، طلبت من السائق أن يمضي بها إلى الحي المحمدي، إلى شارع عقبة بن نافع. ما أن انطلقت سيارة الأجرة حتى دلفت إلى زنقة ضيقة متفرعة عن الشارع. على بعد 20 مترا في عمق تلك الزنقة توقفت عند باب علاه الصدأ. يبدو المنزل مهجورا. من حقيبتها اليدوية أخرجت مفاتيح، صارت تجرب الواحدة تلو الآخر، ثم انفتح الباب. رائحة غريبة تعم المكان. تظن أن لا أحد فتح الأبواب منذ أن غادرت قبل 5 أعوام. تظن أن لا أحد رآها وهي تدخل البيت. رأت شمعة سبق أن استعملت في حافة نافذة تطل على الباتيو. ضحكت فرحا، فقد نسيت أن الكهرباء قد قطعت عن البيت لأنها لم تسدد الفاتورات. في الطابق الأرضي غرفتان. تعلم أنها تركت فراشا في الطابق العلوي. صعدت السلم. لما وقفت بباب ما كان غرفة نومها اكتشفت حالة من الفوضى. يبدو أن أحدا مر من هناك، فتش المكان ثم مضى. ما كان يخيفها أكثر أن يكون الذي فتش الطابق العلوي قد فتش أيضا الطابق الأرضي. أزاحت الغبار الذي غطى كرسيا خشبيا وجلست تتأمل حالة الفوضى تلك. أحست بالتعب. تجردت من تنورتها المزركشة ومن ملابسها وأزالت عن الفراش ما تكوم عليه من أشياء، ثم استرسلت.
في الصباح باكرا استيقظت، قررت أن تنزل إلى الطابق الأرضي. على أرضية الغرفة المطلة على الباتيو آثار حفر، أكوام من تراب وقطع من الزليج. همت بالخروج. في تلك الأثناء سمعت طرقا بالباب. تكرر الطرق عدة مرات. التزمت زاوية من تلك الغرفة وكتمت أنفاسها، ثم سمعت الباب يقتحم. ظلت مكانها تتنفس بحساب. ثم وقف بباب الغرفة رجل ذو بنية قوية، جال ببصره في الغرفة ثم توقف عندها. كانت ملتصقة بالزاوية. انتبهت إلى أن الرجل يمسك في يده مسدسا. تعالي، نحن من الشرطة. تحركت من مكانها وأقبلت عليه. الكحل الذي كان في عينيها تبعثر ومنح محيط عينيها ظلالا. أمسك الرجل بيدها وخرج من تلك الغرفة. كان آخر ينتظر أمام الباب. وجدتها. لم يكلمها الرجلان. في الخارج في مدخل الزنقة كانت تنتظرهم سيارة شرطة تحلق حولها بضعة فضوليين، ما أن أركبت المرأة حتى انطلقت إلى المفوضية. تلتزم حد الصمت المطبق. أدخلت على ضابط يشغل مكتبا بمفرده. ظلت واقفة إلى أن دعاها إلى الجلوس. عم المكتب صمت لعدة دقائق، ثم رفع الضابط بصره إليها. هل تعلمين لما جيء بك إلى الكوميسارية؟ لا، لا أعرف. أنا كنت في منزلي أتفقد أغراضي، إذ لم أدخل هذا المنزل منذ عدة سنوات. منذ متى؟ لا أذكر بالضبط. صمت الضابط عدة دقائق، نهض وأخرج من خزانة حديدية ملفا أصفر وضعه على مكتبه وعاد إلى الجلوس. فتح الملف وسألها: هل تعرفين شخصا اسمه عبد الباقي؟ عبد الباقي من؟ أنا لا أعرف أحدا بهذا الاسم. نظر الضابط إلى وجهها بتركيز لا يخفى. يبدو أنك نسيت عبد الباقي سريعا. أنا لا أعرف أحدا بهذا الاسم. اسمعي يا امرأة، ألست حد معروض؟ نعم، من قال لك؟ كاد الضابط يضحك. قاوم وقال لها: كما ترين نعرف عنك عدة أمور، ومنها أنك تعرفين جيدا عبد الباقي الذي كان لعدة أعوام خليلك وحبيبك، وكنت له عشيقة قبل أن تقتليه وتسرقي أمواله وتدفنيه في تلك الغرفة في منزلك. ألا ترين أننا نعرف الكثير عنك؟ صحيح أننا لم نعلم مكان إقامتك خلال السنوات الخمس الماضية، ولكننا كنا نعلم أنك كما كل المجرمين ستعودين إلى مسرح الجريمة التي اقترفت قبل أن تهربي. ظلت صامتة. امتدت يدها المتجعدة إلى حقيبتها اليدوية وأخرجت علبة السجائر، ثم همت بإعادتها إلى حيث كانت. ولكن الضابط قال لها: بإمكانك أن تدخني. كان يعلم أنها تستعد للاعتراف، وقد اعترفت بأنها قتلت عبد الباقي المكناسي الذي فتنها حبا لما لمست منه ميلا إلى أخرى. فجأة سمع طلق ناري. الذين كانوا يجلسون على الرصيف في مقهى في الشارع حيث السوق اليومي لزموري هبوا من أمكنتهم فزعين ومستطلعين. في الجهة التي جاء منها صوت الطلقة سقط رجل بلا حراك على الإسفلت. رجال يركضون نحوه. سريعا تشكلت حلقة حجبتها. من وراء المتكومين حول الشخص الذي سقط ثلاثة من رجال الدرك يهرولون. ثم دوت صافرة سيارة عسكرية، وبعدها حلت بالمكان سيارة إسعاف حملت الرجل الذي أصابته طلقة الرصاص ثم انطلقت. عاد إلى المقهى بعض ممن أسرع مستكشفين. قيل إن الذي أصيب شاب يظن أنه فارق الحياة، لم يكن فيما جاء به من خبر يقين. ثم تفرق الجمع إذ حلت بالمكان قوة عمومية هامة، وجاء إلى المقهى رجال بالزي المدني يطلبون من الناس بطائق هوياتهم. ذكروهم بسيني العشرية السوداء. من بين الذين طلبت منهم بطاقات هوياتهم شاب دون 25 كان يجلس وحيدا. شوهد وهو يرافق رجال الدرك إلى سيارتهم التي كانت مستوقفة وسط الطريق.
تحركت السيارة، تابعتها نظرات صامتة وهي تبتعد. كثيرون فضلوا العودة إلى منازلهم. لم يسمع خبر عن الذي حدث ذلك 7 يونيو من العام 2000، حتى الصحف التي صدرت في اليوم الموالي لم تتطرق إلى الحادث، بينما قيل إن الشاب الذي اقتاده رجال الدرك ينحدر من بومرداس وإنه يشتبه في أنه على صلة بمن أطلق النار. مرت عدة أيام قبل أن يعلم أن الذي قتل يومها كان ضابطا في الشرطة، وعلى مدى عدة أسابيع سعت مصالح الأمن إلى جمع شهادات كانت تأمل في أن توصلها إلى ذاك الذي أطلق النار على الضابط من مسدس من عيار 9 مليمترات، ولكن سعيها لم يثمر. ولاحظ الذين أوكل إليهم البحث أن تصفية ذلك الضابط الشاب القادم من العاصمة قبل أقل من عام لم تخلف أسفاً، بل إن كثيرين تحدثوا عن غرور وتسلط كان يسمان سلوكه، وإن شكايات كثيرة بلا تواقيع أرسلت إلى الجهات المسؤولة دون أن تلقى اهتماما فيما يبدو. قال آخرون بصوت بالكاد سمع إن اغتيال ذلك الضابط كان نتيجة طبيعية لإحساس بالحجرة، لم يكن ذلك ليبرر اغتياله. جاءت الاستنتاجات الأولية تؤكد أن مقتل الضابط سمير بولعيد لم يكن من فعل الجماعات المسلحة التي لم يعلن أي منها المسؤولية عن تصفيته. بيّنت التحريات أن ذلك الشاب الذي قبض عليه في سوق زموري لم يكن من أتباع أي من الجماعات المسلحة ولا من المتعاطفين معها. هي أسباب أخرى يتعين على المحققين أن يصلوا إليها، وهم يراهنون على صدفة قد تحالفهم. أصاخت مصالح الأمن وأرهفت السمع، فقد يحكي أحدهم عما حدث ذلك 7 يونيو. لم يخب ظن من اختار التريث. طال الترقب والترصد 4 أشهر لما جاء مخبر بما يفيد بأن أحدهم حكى بنبرة فيها الكثير من الافتخار عن مصرع الضابط بولعيد، وأنه ساق معلومات وتفاصيل حول اللحظات التي سبقت وتلك التي أعقبت مقتل الضابط. أكد المخبر أن ذلك تم خلال حفل عقيقة أقيم في منزل قرب مكتب البريد. لم تكن لدى هذا المخبر معلومات كافية حول من يكون الشخص الذي أدلى بتلك المعلومات. كان رب البيت الذي أقام حفل العقيقة شخصا معروفا في زموري، ولم يكن صعبا ولا معقدا التواصل معه. نفى أن يكون سمع أيا ممن حضروا حفل العقيقة يتحدث عن مقتل الضابط بولعيد، وقد أثبتت التحريات التي أجريت حول عدد ممن كانوا حاضرين ليلتها أن ما جاء به المخبر ينزع إلى أن يكون كيديا، وأنه ربما سعى إلى إزعاج الرجل الذي تراه السلطات المحلية في زموري من دعاماتها. ومع ذلك فإن هناك من المسؤولين الأمنيين من استحضر مقولة أن لا دخان بدون نار. قد يكون الذي أولم في تلك الليلة الباردة من أكتوبر شخصا لا تحوم حوله أي شكوك، ولكن ذلك لا يقصي من الحسابات أن يكون ولو عن حسن نية يرتبط بمن أسعدهم اغتيال الضابط الشاب. مرت الشهور ولم يعد في الشارع حديث عن عملية الاغتيال التي كان سوق زموري مسرحا لها. ليلة 3 إلى 4 مارس من العام 2007 كانت دورية للدرك تجوب محيط الميناء بزموري البحري. الساعة تقترب من 1 صباحا، وقد لفت انتباه رجال الدورية شخص يمشي وحيدا. استوقفته، توقف، نزل من السيارة دركي واقترب منها وهو يطالبه بوثائق هويته. أدخل يده في جيبه، ظنه الدركي سيخرج البطاقة، ولكنه أخرج مسدسا وصوب طلقة إلى صدر الدركي وركض هاربا. نزل زميلاه، كان الدركي الواقع على الأرض ينزف، وبينما اتصل من كان قائدا للدورية بالمركز لاحق الآخر ذلك الشاب الهارب، صوب إليه 10 طلقات ولكنه اختفى. لن يغامر بملاحقته أبعد من ذلك. عاد إلى زميليه الذي تعرض لإطلاق النار لا يزال حيا. جاءت سيارة إسعاف وشاحنة للدرك، تم تطويق المكان. حضرت فرقة متخصصة في المسح. في المستشفى
تبين سريعا أن الرصاصتين اللتين اخترقتا صدر ذلك الدركي كانتا من عيار 9 مليمترات. لاحقا ستبين الخبرة أنهما أطلقتا من المسدس نفسه الذي استعمل في اغتيال ذلك الضابط في سوق زموري في 7 يونيو من العام 2000. في الصباح تم مسح شامل لزموري البحرية. هذه المرة تم تجميع شهادات مكنت من رسم الطريق التي سلكها الهارب. يبدو أنه عاد إلى زموري. قال رجل يعمل في الميناء إنه كان ذاهبا إلى عمله وإنه سمع الطلقات النارية. قال أيضا إنه لما كان قريبا من الميناء رأى رجلا يركض نحو الشاطئ، وأنه فيما يبدو أخذ وجهة دور على الساحل. كان فيما قاله الرجل ما يدفع إلى القيام بعملية مسح لكل تلك المباني التي لا يستغل أغلبها إلا صيفا. في بعض من تلك المنازل التي تعود إلى أناس من خارج زموري حراس، فكر المشرف على التحريات في اجتناب كل عملية مداهمة لتلك المنطقة والاعتماد أساسا على العمل الاستخباراتي. وكذلك جيء برجل من الاستعلامات كلف بحراسة منزل لم يكن يتولى حراسته أحد. كان يتقن التسلل إلى كل الأوساط التي كانت المصالح الأمنية ترغب في اختراقها. بعد أقل من 2 أسبوع كان قد استطاع أن يتواصل مع أغلب الحراس، وقد جلبهم إليه بإتقانه الطبخ وإعداد الشاي. لاحظ رجل الاستعلامات أن أحد الحراس الذي يقيم في منزل غير بعيد يتحاشى الاختلاط بباقي الحراس. كان شابا تنطبق عليه إلى حد كبير الأوصاف التي قدمها رجال الدرك الذين أطلق النار على أحدهم، ولعله أحس بأن عدم اختلاطه بباقي الحراس يجعله محل تساؤل. قرر الاقتراب وإن بخطى محتشمة من الجماعة. جاء ذات مساء بينما كان الحراس متحلقين حول موقد نار أعده رجل الاستعلامات الذي يتقمص دور الحارس. مرت من هناك دورية للدرك. لما تجاوزت الجمع تعمد رجل الاستعلامات التفوه بكلمات تبين عن نقمة. ضحك المتحلقون حول موقد النار، وضحك معهم ذاك الذي التحق بالمجموعة حديثا. مضى رجل الاستعلامات يروي حكايات كلها معاناة مع رجال الدرك. لاحظ وهو يحكي أن ذلك الحارس الشاب يتابع باهتمام. لما سكت رجل الاستعلامات تحدث رجلان عن حوادث اصطدموا فيها برجال الشرطة أو برجال الدرك. في تلك الليلة لم ينطق الشاب الذي قال إن اسمه عبد العزيز، بما يثبت أن وراء صمته وعزلته سرا كامنا. ما كان يسعى إليه رجل الاستعلامات أن يتمكن ذات يوم قريب من أن يدخل السكن الذي يحرسه عبد العزيز، أو أن يكتسب ثقته كما اكتسب ثقة الآخرين فيفضي إليه بسر يظنه يحتفظ به لنفسه. الآخرون لا تبدو لديهم أسرار تهم مصالح الأمن. استطاع رجل الاستخبارات أن يعلم من عبد العزيز أنه ينحدر من بومرداس، وأنه فارق عائلته منذ عام أو أكثر بعد أن عارضوا زواجه من تلك التي أحب. ثم اكتشف أن الشاب يعشق النبيذ. رأى أن ذاك هو مفتاح الأسرار التي قد يكون يحفظها عميقا في قرارة نفسه. مرت 4 أيام فدعاه إلى مشاركته قنينة نبيذ أوهمه بأن صاحب المنزل الذي يتولى حراسته جاء بها. أضاف أنه جاء بها من فرنسا وأن النبيذ من النوع الجيد. لم يستطع عبد العزيز المقاومة. في تلك الليلة أعد رجل الاستعلامات عشاء خاصا، ثم جاء بقنينتي خمر ووضعهما على الطاولة. نظر إلى عبد العزيز فرآه يبتسم، صب له كأسا، ومع التقدم في الأكل صب له كؤوسا أخرى. ثم بدأ يستفزه بكلام عن رجال الأمن. كان السكر يدب إليه، وما لبث أن انطلق يحكي عن اعتقاله ذات مرة في بومرداس بلا سبب، وبأنه في مفوضية الشرطة تعرض للضرب والإهانة. كاد يبكي وهو يحكي، ثم أنهى كلامه مخاطبا رجل الاستعلامات: لم أنس ذلك الضابط الذي أهانني، قتلته. قالها وضحك، ثم واصل: لم يستطيعوا الوصول إلي.
قبل أن يكمل كلامه صب له مزيدا من الخمر. قال: مؤخرا بينما كنت قادما إلى منزلي هناك اعترضني رجال الدرك، أعرف أنهم كانوا يريدون الإمساك بي، ولكنني تفلتت منهم وأطلقت النار على أحدهم، قد يكون مات هو الآخر. أيقن رجل الاستعلامات أن خطته نجحت. في الغد قدم تقريره لرؤسائه، كان تقريرا مفصلا. وقبل حلول الليل جاءت سيارة مموهة بها 5 من المصالح الأمنية بلا مقدمات، اقتحموا المنزل الذي يسكنه عبد العزيز. كانوا يتوقعون أن يطلق النار، ولكنهم لم يواجهوا شيئا من ذلك. وجدوه في غرفته، لما اقتربوا منه بدا لهم جثة هامدة. لاحقا سترد نتائج التشريح وفاته إلى إفراطه في شرب الخمر لما كان في ضيافة من استنطقه من حيث لا يدري. منذ عقود دأب الناس في طنجة والمناطق المجاورة لها على الخروج إلى الغابات والمنتزهات في يوم فاتح مايو. بغض النظر عن التأويلات العديدة التي تحيط ذلك، فإن الأمر صار تقليدا يتمسك به كثيرون وبقوة. عائلات وأفراد يقصدون الغابات ما بقي منها، ينصبون الخيام، يحملون الأواني والمراجل وأباريق الشاي في جو احتفالي صاخب، في مجموعات متقاربة بالكاد تحتمل أعدادها الغابة. يساهم الشبان في تلك الإيقاعات التي تجعل من المكان واللحظات فوضى بينة. الفاتح من مايو بالنسبة لكثيرين يمنح بأجوائه تلك فرصة التحلل من ضوابط الحياة في المدينة ولو لساعات. وحين يمضي الفاتح من مايو وقبل أن تغيب شمسه يبدأ حصر الخسائر، ويصير يوم النزهة يوما يؤرخ لأشياء كثيرة. في الفاتح من مايو من العام 78-900 كان عبد الجبار بياتي ذو 16 ربيعا مع مجموعة من أترابه في الغابة الدبلوماسية. كانوا هناك منذ البارحة بدفوفهم وطبولهم وأوانيهم وكل ما يحتاجونه من أكل وشراب. شاهدوا الوافدين على الغابة يصلون منذ ساعات الصباح الأولى، وقبل أن ينتصف النهار كانت أسر ومجموعات كثيرة قد استقرت إلى جوارهم ومن حولهم، وصارت الغابة تعج بالأطفال والمراهقين والشباب والشيوخ، وعم الدخان المتصاعد من الكوانين. بين أفراد أسرة اتخذت مكانا لها قرب أصدقاء عبد الجبار فتاة تبدو في 15، كانت تلتقط صورا لشقيقها الذي يصغرها. سمعه عبد الجبار يناديها فوزية. انهمكت أمها يساعدها والدها في إعداد أصابع اللحم المفروم. كانت ألسنة اللهب الحمراء المخضبة بالسواد تتراقص بين 3 أحجار ترسم الكانون. غير بعيد سمعت زغاريد وانطلقت إيقاعات الطبول والمزامير. كان في الأمر ما يدعو إلى الفضول. حاولت فوزية أن تتبين مصدرها. حالت الأشجار والمتنزهون بينها وما تريد. رآها عبد الجبار وهي تستأذن أمها في الذهاب إلى حيث تدق الطبول. لما رأته ينظر جهتها تبسمت له، رد بابتسامة ثم مضى إلى حيث الزغاريد. اكتشف أن مجموعة من الشبان والشابات استقدموا معهم إلى الغابة فرقة من الطبالين وأصحاب المزامير، الفرجة للجميع. في الجانب الآخر بين القامات المتحلقة حول العازفين بدا وجه فوزية وقد انصب كل اهتمامها على الفتيات اللواتي كن ترقصن على إيقاع الطبول. ثم رفعت بصرها، كان عبد الجبار ينظر إليها. ابتسمت، رآها تتوارى، اعترض سبيلها، حاولت أن تتجنبه، لاحقها: لا تخافي، أريد أن أكلمك، دعني وإلا صرخت فيأتي أبي إليك. ضحك، كان في ضحكه سخرية واستهزاء. حاولت الفتاة العودة إلى حيث أسرتها ولكنه لاحقها، تاهت وسط الأشجار الكثيفة واكتظاظ الغابة بالمتنزهين، لم تعد تستطيع تحديد وجهتها. أدركها عبد الجبار وأمسك بها. كانت في هروبها منه قد توغلت في الغابة.
ثم في لحظة ما وجدت نفسها وحيدة معه في مكان لا يوجد به أحد. لما لاحظت أمها أنها تأخرت في العودة طلبت من أبيها أن يمضي ليستجلي ما الذي أبطأها. قالت له إنها ذهبت إلى حيث تقرع الطبول وتشد المزامير. كان الرقص متواصلا، لم تكن هناك. بحث في الجوار ولم يعثر لها على أثر. عاد إلى زوجته يخبرها بأنه لم يجد فوزية في تلك الحلقة. مرت ساعة ثم ساعة أخرى، انقلب جو النزهة إلى قلق شديد. مضى الأب يبحث في كل الاتجاهات، رفض أن يعود إلى زوجته إلا وفوزية بنتهما الوحيدة معه. كان الوقت عصرا لما تراءت له بين أشجار كثيفة كانت ملقاة على الأرض. أسرع إليها، كانت ملابسها ممزقة وبها أثر من دم. ما كان يهمه أن تكون حية. جس نبضها، مرر كفه بمحاذاة أنفها، إنها تتنفس. حملها على كتفه، كانت فاقدة الوعي. مر بين المتنزهين، أثار فضولهم، ما يهمه أن ينقذها. لما رأته زوجته كادت تجن، حسبتها ميتة. طمأنها، ما زالت حية. قال لها إنه سينقلها بسرعة إلى مستشفى القرطبي. حاولت أمها أن تقنعه بمرافقته، ولكنه طلب منها أن تعتني بالولد وأن تجمع أغراضهم. وضعها في الكرسي الخلفي لسيارته، انطلق مسرعا. على الطريق سيارات كثيرة. وصل مستشفى القرطبي بعد أكثر من 3/4 ساعة. كان يسمع أناتها. في قسم المستعجلات وجد ممرضا من معارفه. خلص الطبيب الذي فحص الفتاة إلى أنها تعرضت لصدمة قوية وأنها كانت ضحية عملية اغتصاب. استعادت وعيها. تحاشى والدها إرهاقها بأي سؤال. ضمها إليه بحرارة، كان وجهها إلى صدره وهي تبكي. لما هدأت أركبها إلى جانبه وعاد إلى الغابة الدبلوماسية. كانت أمها قد جمعت أغراضهم، حرصت على إخماد نار الكانون بأن صبت عليها ماء كافيا. في مركز الدرك الملكي وضع الرجل شكاية ضد مجهول أرفقها بالشهادة الطبية التي حصل عليها من مستشفى القرطبي. في أقوالها صرحت فوزية بأنها لا تعرف ذاك الذي اغتصبها، أدلت ببعض أوصافه وقالت إنها تستطيع التعرف عليه إن رأته. مرت الأسابيع. كان كل هم والدي فوزية مساعدتها على الخروج من أزمتها متماسكة وبأخف الأضرار. كانت الفحوص الطبية قد أثبتت أنها لم تفتض، ولكن آثار الصدمة تبدو عميقة. في أواسط الصيف بمناسبة حفل زفاف قريب للعائلة، أراد أبو فوزية استعمال آلة التصوير. كان بها فيلم لم يستعمل كاملا، وقد رأى أن يستعمل ما بقي به من صور قبل أن يضع في الآلة فيلما آخر. مر حفل الزفاف. في الصور التي تم استخراجها 3 أو 4 صور ليوم فاتح مايو، ذاك الذي صار يوما مشؤوما لدى عائلة فوزية. في خلفية صورة التقطتها لشقيقها ظهر عبد الجبار بياتي. لما رأت الصورة صارت تصرخ بشكل هستيري، ثم أغمي عليها. حملها والدها إلى المستشفى. في المساء لما استعادت هدوءها قالت لأمها إن الذي اغتصبها يظهر في الصورة التي التقطتها لشقيقها ذاك اليوم في الغابة الدبلوماسية. تم إدراج الصورة في ملف الشكوى المسجلة في مركز الدرك الملكي، وفي ملف شكوى أخرى أودعها والد فوزية مفوضية الشرطة. في 6 شتنبر من العام 1978، في حدود 11 ليلا في حي سواني، أوقفت دورية للشرطة 3 شبان للتحقق من هويتهم. قالوا إنهم عائدون لتوهم من السينما. سألهم رجل الشرطة عن الفيلم الذي شاهدوه، وقد لاحظ أن الفيلم الذي ادعوا أنهم شاهدوه لم يكن معروضا يومها في تلك القاعة التي قالوا إنهم عائدون منها لتوهم. كانت كذبة كافية لحملهم إلى المفوضية. رجل الأمن الذي كان يقوم يومها بالمداومة
لم يجد صعوبة كبيرة في ملاحظة الشبه بين أحد الشبان الثلاثة والشخص الذي يوجد في صورة بين صور المبحوث عنهم. اقترب منه وسأله: ما اسمك؟ عبد الجبار. عبد الجبار من؟ عبد الجبار بياتي. كان يسكن بحي سواني، منقطع عن الدراسة منذ عامين، ويعمل في ورشة للنجارة. كان على الشرطي أن يحتفظ به إلى حين التثبت مما إذا كان هو الشخص المطلوب. تم الإبقاء ليلتها على الثلاثة في المفوضية. في الصباح، في التقرير الخاص بما تم تسجيله من قضايا وحوادث، وجد ضابط الشرطة القضائية إشارة إلى الشخص والشبه بينه وصورة أحد المبحوث عنهم. طلب إحضاره إلى مكتبه. نظر إليه. الصورة التي في الملف أوضح، لا يشك البتة الآن في أن الذي أمامه هو المطلوب في قضية الاغتصاب. وبدون أي مقدمات سأله: أين كنت يوم فاتح مايو؟ كنت في البيت. في البيت؟ أمتأكد أنت مما تقول؟ نعم. ومن كان يومها في الغابة الدبلوماسية؟ سكت. كان الضابط ينظر إليه بتركيز شديد. وقف. بدا الشاب وقد خاف أن تأتيه صفعة. تجمع. ما الذي يخيفك؟ اسمع ما سأقوله لك. لدينا ما يثبت أنك كنت في الغابة الدبلوماسية يوم فاتح مايو. أخرج الضابط الصورة من الملف. كان وجهه يبدو واضحا في الصورة. هل تعرف فوزية؟ فوزية من؟ لا تحاول المراوغة. فوزية تلك التي اغتصبتها. أنا لم أغتصب أي فتاة. طيب، سنحضرها إلى هنا لتتعرف عليك، وربما تذكرتها. بعث الضابط في طلب فوزية ووالدها. حضرا بعد الظهر. ما أن رأته حتى أكدت أنه الذي اغتصبها. لم يجرؤ على الإنكار. كانت نظراتها تشع غضبا. لم يقوى على مقاومتها، انهار واعترف بكل شيء. التحريات التي تم القيام بها حول عبد الجبار بياتي قدمت صورة فتى وديع. كثيرا ما حاول الذئب التشبه بالحمل. يرتدي جلدته بعد أن يأكل. كانت الساعة تقترب من الواحدة ظهرا ذاك الأحد الثامن من مايو من العام 2005، يوم ربيعي بامتياز. النسيم الآتي من الحقول يحمل من روائح الأزهار والأعشاب المختلفة. في تلك الساعة من النهار يبدأ عدد المتسوقين في التراجع. في باب السوق حافلات وسيارات أجرة من الصنف الكبير، وغير بعيد دواب ربطت إلى كل ما يمكن أن تربط إليه، تنتظر أن يعود أصحابها من السوق. الجناح الذي يزداد زواره في تلك الساعة من النهار هو جناح الخيام المطاعم، حيث تشوى اللحوم بأنواعها المختلفة، وحيث الشاي بالنعناع. في سوق أحد الغربية إلى الجنوب من طنجة بنحو 30 كيلومترا، كما في كل الأسواق الأسبوعية بالبوادي، لا صوت يعلو فوق أبواق باعة الأعشاب الطبية، حتى حين يشرح البائع لأحد زبائنه كيفية استعمال الخلطات التي يبيعها يسمع كل المتسوقين. وحين يكون مضطرا للتطرق إلى أشياء تعد في العرف مخلة بالحياء، فإن بائع الأعشاب يحرص على أن يقدم بالقول: لا حياء في الدين. بعدها لا يجد حرجا في أن يشرح بالتفصيل الممل. ثم توقف الصوت المبحوح الآتي من مكبر الصوت الذي علق على قضيب من حديد لا شيء يفوقه ارتفاعا. لم يدم الصمت طويلا، فقد عاد الصوت مهللا، هلل مرتين. يعلم المتسوقون أن الرجل سيعلن عن شيء ما عاد الحديث عن بضاعته. ثم قال: معنا طفلة تائهة، معنا طفلة تاهت عن والدتها. في كلامه ما يستنفر الفضول. كثيرون أسرعوا الخطى نحو حلقته. ثم سمع يقول مخاطبا تلك الطفلة: تقدمي يا ابنتي، لا تخافي، ما اسمك؟ لم يأتي أي جواب عبر البوق. ثم عاد صوت بائع الأعشاب: لا 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 تبكي، سوف نعثر على أمك. عم الصمت بضع ثوان، ثم عاد صوته يحوقل: معنا طفلة تائهة، كم عمرك يا ابنتي؟ أخيرا نطقت:
صوتها الصغير يقول 4 سنوات. ازداد عدد المتحلقين حول بائع الأعشاب التي تعالج الأمراض كلها. تاهمت الجمع موجة من دخان الشواء أتت من خيمة قريبة. ما اسمك؟ كرر الصوت المبحوح. قالت الطفلة: اسمي شيماء. لم تكن الحالة الأولى التي صادفها بائع الأعشاب الطبية في تجوله عبر الأسواق الأسبوعية. كثيرا ما كان يظهر أحد من أبوي الطفل المفقود أو أحد أقاربه فيتسلمه. في الحالات القليلة التي لم يظهر فيها من يسأل، يسلم الطفل إلى المسجد الأقرب إلى السوق فينتهي الأمر. مرت ساعة بعد أن بث عبر مكبر الصوت نداءاته إلى من قد يكون تاهت عنهم الطفلة. لما كان يجمع بضاعته استعدادا للرحيل ولم يعد من حوله سوى عدد قليل من الناس أغلبهم أطفال وصبية، سأل شيماء: مع من جئت إلى السوق؟ مع حميدة، قالت. نظرتها توحي له بأنها جائعة، لعلها لم تذق طعاما منذ عدة ساعاتنا الآن. ثم عاد ليسألها وهو يجمع أغراضه: هل هي أمك؟ تقول لي نادني ماما حميدة. وأين تسكنون يا شيماء؟ لم ترد، لعلها لا تعرف. ثم نطقت من جديد: أنا جائعة، سأشتري لك حالا ما تأكلينه. في الثالثة لم يعد في السوق زبناء كثيرون، انهمك الباعة في جمع معداتهم. وصل بائع الأعشاب إلى الخيمة المطعم وهو يمسك بيد الطفلة. كان المعلم أحمد يراقب مساعديه وهم يجمعون الكراسي والطاولات. لحم قليل ما زال معلقا إلى السارية التي تتوسط الخيمة. لم يفاجأ المعلم أحمد، بائع الأعشاب وتجار آخرون يكونون في الغالب آخر زبائنه. نظر إلى الطفلة وقبل أن يسأله بادره بأنها تائهة وهي جائعة. حركت الطفلة رأسها مؤكدة ما قاله. لما أكل أمسك بيدها ومضى بها إلى المسجد، ولكن القائم عليه رفض أن يتسلم منه الطفلة. قال له إن عليه أن يسلمها للدرك. لم ينتظر ومضى مباشرة إلى مقر القيادة. حكى كيف أن أحدهم جاء بالطفلة بينما كان في السوق وأبلغه بأنها تائهة ورجاه أن يوجه نداء عسى أن تكون أمها أو أبوها يبحثان عنها في السوق. قال إن الذي جاء بها ما لبث أن اختفى وسط الزحام. سأل الموظف الطفل عن ذلك الرجل فقالت: كان معنا بابا ستوف. لم يعرف بائع الأعشاب الطبية يقينا إن كان الذي جاء بها هو بابا ستوف. لم تجب الطفلة حين سئلت، وبدا بائع الأعشاب وكأنه اكتشف أنه في ورطة. تسلم منه الموظف بطاقة تعريفه الوطنية ومضى يدون في كناشنا المعلومات التي تخصه. ولما فرغ من ذلك أعاد إليه البطاقة وقدم له قلما وطلب منه أن يوقع. تردد، ولذلك فيما يبدو تدخل الموظف ليطمئنه بأن ما كتبه في الكناش ليس سوى محضر لتسلم الطفلة، وفيه ذكر لما قاله عن الظروف التي وصلت فيها إليه. أمسك بالقلم وحاول أن يقرأ ما هو مكتوب في تلك الصفحة. لم يتمكن من النفاذ إلى ما هو مكتوب. قرر أن يثق فيما قاله الموظف، وفي أسفل الصفحة بعد كل تلك السطور التي تقاربت وضع توقيعه. لم يكن توقيعا مقروءا، وإنما هو خطوط تشابكت ورسمت شكلا لا يوحي بأي شيء. حرص الموظف على جعله يبصم إلى جانب ذلك التوقيع، فعل بلا تردد ومضى. من درج مكتبه أخرج الموظف حلوى وقدمها للطفلة التي اقتعدت كرسيا مقابلا له. رجلاها لا تبلغان الأرض، لا تفتأ تحركهما. قولي لي يا شيماء، قال الموظف بصوت يشبه الهمس، أين هو منزلكم؟ نظرت إليه وهي تحرك رجليها بلا توقف، ثم قالت وقد حولت نظرها إلى باب المكتب: منزلنا بعيد. بعيد؟ نعم، ركبنا سيارة كبيرة مع ناس كثيرين. ضحكت وقالت:
كان بجانبنا طفل له لعبة جميلة ناولني إياها. مع من تسكنين؟ مع ماما حميدة. نزلت من الكرسي واقتربت حتى وضعت ذقنها على المكتب كأنها تريد أن تبوح له بشيء ما. لما انحنى الموظف ليكون أقرب إليها قالت: هي ليست أمي، ولكنها تضربني إن لم أناديها ماما حميدة. ظلت واضعة ذقنها على المكتب وهي تنظر إلى الموظف. أخرج من درج مكتبه قطعة حلوى أخرى، نظر إليها وقال: وهذه حلوى بمذاق الليمون. أمسكتها ورسمت على وجهها الصغير ابتسامة عريضة، ثم ما لبثت أن عادت إلى الكرسي. كانت تستمتع بالحلوى، رجلاها يتحركان بلا توقف. كان الموظف يفكر في تسليم الطفلة إلى الدرك الملكي لما سمع صوت منبه سيارة عند الباب. كانت سيارة الدرك. نهض من مكتبه ووقف في الباب. شمس العصر تعوق النظر. من السيارة نزل الأدجودان، جاء يسلم عليه. يتعارفان منذ عدة سنوات. قال الموظف: لدي طفلة تاهت في السوق ولم يأتي أحد ليتسلمها. ألقى بنظرة إلى السيارة وبإشارة حي الدركي الجالس وراء المقود، ولمح في الخلف ظلي شخصين. ابتسم وقال للأدجودان: خصومة أم سرقة؟ بل هي سرقة. أين هي الطفلة؟ في الداخل. تقدم الضابط ونظر إلى الفتاة الجالسة بهدوء على الكرسي، ابتسم لها: تعالي. نزلت من الكرسي وتقدمت نحوه بخجل. قال لها الموظف: إنهم سيوصلونك إلى عائلتك. وحتى يطمئنها مشى معها بضع خطوات إلى السيارة. فتح الضابط الباب، ولكن الطفلة تجمدت مكانها. قالت: ما وتوقفت. في الداخل امرأة ورجل. لمح الضابط المرأة وكأنها تأمر الطفلة بالسكوت. هل هي ماما؟ لم تجب الطفلة، وبلا سبب ظاهر أجهشت بالبكاء. كان الموظف يقف خلف الدركي، انحنى عليها وسألها همسا: هل هي ماما حميدة؟ نعم. طيب لا تخافي. أغلق الضابط باب السيارة. في تلك الأثناء أبلغه الموظف بما قالته الطفلة، أكد أنها كانت مع تلك المرأة التي تناديها ماما حميدة. أبلغه الدركي بأنها ضبطت وهي تحاول سرقة حافظة نقود من أحد المتسوقين، ولما تفطن وأمسك بها جاء ذلك الذي معها وشرع في الاعتداء على الرجل. قالت إنه زوجها. إذا تأكد ذلك، قال الموظف، فإنه سيكون ذلك الشخص الذي قالت شيماء إنها تناديه بابا سطوف. قبل أن تغيب الشمس كان الثلاثة قد نقلوا إلى مركز الدرك. عدا قضية السرقة التي أمسك فيها، سأل الباحثون مطولا الماما حميدة التي تبين أن اسمها الحقيقي هو عيشة القراص. كانت في مواجهة ما كشفت عنه الطفلة شيماء، لم تتمكن من إثبات أمومتها لها. حاولت عبثا أن تدعي أنها من أقاربها. في غرفة منفصلة تم الاستماع إلى بابا سطوف، واسمه الكامل مصطفى عدود. كان أسرع منها إلى الاعتراف بأنه مع عيشة التي تزوجها قبل 6 أعوام يحترفان السرقة في الأسواق الأسبوعية. وعن الطفلة قال إنهما وجداها تائهة في أحد الأسواق الأسبوعية غير بعيد عن مكناس. لم يسلماها للسلطات واحتفظا بها. كان عمرها وقتئذ 2 عامان. وجهت باعترافاته ولم تجد عن الاعتراف بديلا. تم تقديمهما إلى النيابة العامة بملف فيه اعترافات واضحة لا تحتمل تأويلا. ولعدة أشهر تواصل البحث عن عائلة الطفلة شيماء، ثم بالعودة إلى البلاغات التي تضمنتها سجلات الشرطة والدرك في تلك المنطقة تم الوصول إلى والدي شيماء. قالت أمها إن بظهرها علامة لا يعرفها أحد سواها. لما كشف عنها ظهر ذلك الوحم على الجانب الأيمن في منتصف الظهر.
اعتادت خديجة بن عباس أن تلقي نظرة على بريدها الإلكتروني كل مساء بعد أن تكون فرغت من مراجعة دروسها، لم تكن لتسمح لنفسها بأدنى تراخ أو تهاون. تذكر أن صديقاتها كن تسخرن منها حين تأتي على ذكر لعلاقتها بالعالم الرقمي والافتراضي، تعجبن ولا تخفين عجبهن منها حين تقول لهن إنها لا تتوفر على حساب على الفيسبوك ولا تتفقد بريدها الإلكتروني إلا في المساء، فيكون آخر ما تقوم به قبل أن تخلد إلى النوم. لم تكن قد أعطت بريدها الإلكتروني إلا لقلة قليلة من زميلاتها وزملائها. في تلك السنة، نحن في العام 10 و2000، كانت تستعد لاجتياز امتحان البكالوريا. عرفت خديجة التي كانت آخر العنقود كما يقال في أسرة تتكون من الأب والأم وولدين وبنتين بطبعها الهادئ وبإقبالها على التحصيل، وكانت النتائج التي تحرزها تجعل منها تلميذة متميزة. فمع أنها تدرس في شعبة العلوم التجريبية، كانت تحصل على نتائج مبهرة في المواد المصنفة أدبية، والتي عادة ما يتعامل معها الطلبة بتراخ وبقدر من التهاون لا يخفى. مساء 14 من أبريل ككل مساء، تفقدت خديجة بريدها الإلكتروني. أحيانا تتلقى من زملاء وزميلات رسائل مفيدة، هي معلومات حول دروس أو مراجع أو ما قد يمثل إضافة إلى ما تتلقاه في الثانوية. ذاك المساء، وقد حدث ذلك للمرة الأولى، تلقت رسالة من شخص أطلق على نفسه اسم عاشق الليل. كانت رسالة مطولة إلى حد ما، قال فيها إنه أمضى وقتا طويلا يراقبها ويتتبع خطواتها، وإنه يزداد في كل مرة تعلقا بها وحبا. أثنى على أخلاقها وجمالها واجتهادها وذكائها، لم ينس شيئا. كانت وحيدة في الغرفة التي تتقاسمها مع شقيقتها التي تكبرها ببضع سنين، والتي كانت قد انتقلت إلى فرنسا لمتابعة الدراسة. ابتسمت، لم يكن في مقدورها أن تتكهن بمن بعث بتلك الرسالة. قدرت أن يكون أحد زملائها، إذ لا أحد سواهم له عنوان بريدها الإلكتروني. جميلة الكلمات التي تضمنتها الرسالة، فيها من العبارات ما يجعل القلب يهتز. ستحكي لاحقا لإحدى زميلاتها دون أن تقول لها عن تلك الرسالة التي توصلت بها من ذاك الذي تسمى عاشق الليل، أنها حلمت ليلتها أنها تحلق بجناحين، وأن شابا له من الحسن والجمال ما لا يستطيع أن يصفه لسان جاء يحلق بجانبها. قالت إنها رأت أنهما كانا معا في موكب من طيور لم ترى مثلها قبل. عجائبيا العالم الذي وصفته لزميلتها، تلك التي تعدها الأقرب إليها. انطلق في محاولات لتأويل وتفسير ذلك الحلم العجيب، وكان أول ما قالته صديقتها أن مثل تلك الأحلام عادة ما تعني عريسا في الطريق. ضحكتا، بدا أن التفسير أعجب خديجة، ولعله أصاب في نفسها أملا تصبو إليه. في كل الحالات، لم ترد خديجة على تلك الرسالة التي وقعها عاشق الليل ذاك. قالت إن الأولى أن تركز على دروسها وتحضر جيدا للامتحان الذي يقترب. بعد أسبوع أو نحو أسبوع، وجدت في بريدها الإلكتروني رسالة جديدة من عاشق الليل. كرر فيها أنه كلما رآها في الشارع كلما ازداد حبه لها. أحست البنت بأنها مراقبة من مجهول. منذ إذن صارت كثيرة التلفت حين تمشي في الشارع، تظن أن من يترصدها واحد من تلك الوجوه التي تصادفها في الشارع وهي في طريقها إلى الثانوية. صارت تحس بضغط لم تعهده من قبل، وصارت على غير عادتها تطل مرتين ثم ثلاثا ثم أكثر على بريدها الإلكتروني. موعد الامتحان يقترب، تأثرت قدرتها على التركيز. غاب عاشق الليل عدة أيام، ثم جاءت رسالته الثالثة. صار يخاطبها بحبيبتي، وصار يعتمد أسلوبا لا مواربة فيه، ثم دعاها إلى لقاء للتعارف. كانت تلك مرحلة رأت أن تبلغ فيها والدتها بتلك الرسائل. أطلعتها عليها، لم تخفي الأم قلقها،
يبدو أن الذي يبعث بتلك الرسائل يراقبها عن كثب. فكرت في إخبار زوجها ثم مالت إلى التريث، ولكنها في الآن نفسه صارت تلازم ابنتها وتخفف عنها من ذلك الضغط الذي أحسته بعد أن تكرر تلقيها لتلك الرسائل. في أواخر أبريل في 27 منه تحديداً، كانت خديجة بن عباس برفقة والدتها في الطريق إلى قيسارية تقع في شارع الحسن الثاني بوسط تازة، وقد لفت انتباه الأم رجل قدرت أن يكون في الأربعين من العمر يتبع خطواتهما. غيرت الوجه بشكل لم تجد له خديجة تفسيرا، ثم دخلت القيسارية. ظنت الأم أنه مضى إلى حال سبيله، وبينما كانت تقفان عند حانوت بزاز رأته في باب دكان مقابل. أخافتها نظراته، لما انتبه إلى أنها رأته تظاهر بأنه يشتري ثوبا من ذلك الدكان، وما لبث أن اختفى. كتمت الأم ما رأت ثم غادرت القيسارية دون أن تشتري شيئا. بعد يومين تجاهلت خديجة نصائح أمها ومضت تتفقد بريدها الإلكتروني. في رسالته الرابعة بدا عاشق الليل أكثر تفصيلا، قال إنه تتبعها لما ذهبت برفقة أمها إلى القيسارية. أكثر من ذلك ضمن رسالته وصفا دقيقا لملابسها. أحست بالندم. الأيام الماضية ومؤازرة والدتها كادت تنسيها موضوع عاشق الليل ذاك الذي يبدو شخصا غير سوي، ولأنها صارت خائفة فقد أبلغت والدتها فورا بالرسالة الجديدة. لما قرأت أم خديجة تلك الرسالة صار ما كان لديها شكا مجرد شك أقرب إلى اليقين. الرجل الذي رأته في القيسارية هناك في شارع الحسن الثاني، تذكر لباسه، لم يكن يبدو من المحرومين، بل إن من يصادفه على الرصيف لن يثير لديه ريبة ولا خوفا. قررت المرأة أن تخبر زوجها. كان السفارس كذلك يناديه معارفه وجيرانه رجلا استفاد من المغادرة الطوعية. كان أستاذا لمادة الرياضيات، لم ينقطع عن التدريس إذ صار يعطي دروسا في تلك المادة الثمينة في الثانويات الخصوصية، كما كان يعطي دروسا للتقوية في منازل بعض الموسرين، وقد مكنه ذلك من شبكة من العلاقات واسعة ومتنوعة. وكان من بين من كان يقدم لهم دروسا في الرياضيات في البيت ابن مسؤول كبير في الجهاز القضائي بتازة. اختارت أم خديجة بدقة التوقيت الذي ستفاتح فيه زوجها في قضية الرسائل التي تتوصل بها ابنتهما خديجة في بريدها الإلكتروني. وعلى عكس ما توقعته لم يبدي الرجل انفعالا كبيرا، ولكنه ما أن تسلم تلك الرسائل التي طبعتها خديجة على الورق حتى تبدلت ردة فعله. التفاصيل التي يقدمها ذاك المجهول تعني أنه يترصد خديجة. سأل فارس زوجته إن كانت الفتاة قد تعرضت لمعاكسة من شخص ما، ردت بأن لا علم لها بذلك إن كان حدث. أخذ الرجل تلك الرسائل ودخل مكتبه وأغلق الباب. كذلك كان يفعل كلما كان لديه أمر يتطلب تفكيرا عميقا. قرأ السفارس الرسائل واحدة واحدة، كان يتوقف عند التفاصيل التي يريدها من ألقى بها في البريد الإلكتروني لخديجة، وقد وجد فيها من الدقة ما يؤكد أنه يتبعها كلما غادرت المنزل إلى الثانوية أو لقضاء مآرب لها. الرسالة الأخيرة أكدت أنه كان يتبع خطواتها حتى حين تكون مع أفراد من عائلتها. ليلتها خرج السفارس من مكتبه في ساعة متأخرة من الليل. لم تجرؤ زوجته على سؤاله، كان مقطب الجبين. في الصباح مضى إلى صديق له مسؤول في الجهاز القضائي يستشيره. لم يكن في تلك الرسائل ما يكشف هوية ذاك الذي يوقعها بعاشق الليل. دعا فارس ابنته إلى مكتبه. كانت المرة الأولى التي يتحدث معها في موضوع هي المعنية به أولا، ولعله أحس بارتياح لما أجابته بأنها لا تعرفه ولا سمعت به من قبل، كان يثق بها. يومين بعد لقائه بذلك المسؤول في الجهاز القضائي المحلي التقى فارس صديقا قديما يعمل في أسلاك الشرطة، حكى له عن رسائل عاشق الليل،
وكما انتهى لقاؤه مع صديقه المسؤول في الجهاز القضائي، انتهى لقاؤه بصديقه الضابط بخلاصة مشابهة: ليس في تلك الرسائل ما يقود إلى من يبعث بها. أبعد من ذلك، كان هناك فراغ في التشريع. ولكن ذلك اللقاء لم ينتهي عقيما بالكامل، فقد اقترح الضابط أن يتولى شخص من خارج الأسرة مراقبة الفتاة حين تغدو إلى الثانوية وحين تروح. لم تكن زوجة فارس قد أفضت إليه بعد بأنها رأت من تظن أنه صاحب تلك الرسائل والذي يوقعها بعاشق الليل. ولما حدثها عن ضرورة إيجاد شخص من خارج الأسرة يتولى مراقبة من يتتبع خديجة، باحت له بما لاحظته يوم رافقتها إلى القيصرية. قالت له إنها رأت شخصا كان يراقبهما، رجل يبدو في الأربعين. قالت له إن نظراته أخافتها وإنها لم تحدث خديجة عنها. تقترب امتحانات البكالوريا، ثم بدأت تتراجع وتيرة تردد الفتاة ذات 17 ربيعا على الثانوية. كانت في مجموعة صغيرة من التلاميذ ظلت مواظبة على الحضور. اختار فارس شقيقا له يصغره سنا ليتولى تتبع خديجة وهي في طريقها إلى الثانوية. شدد عليه أن يحرص على عدم الحديث إليها، لم تكن الفتاة تعلم. عصر 8 ماي، وكان اليوم الأخير الذي ذهبت فيه إلى الثانوية، شاهد عمها شخصا يقترب منها. رآها تتجاهله ورآه يلح عليها، ثم في لحظة حاول أن يمسك بها. صرخت الفتاة وجرت تريد أن تبتعد عنها، وبينما كان يحاول أن يواصل الطريق متظاهرا بأن لا شيء حدث، أدركه شقيق فارس واسمه مصطفى وأمسك به من عنقه. فاجأه ولم يمهله حتى يستجلي من يمسك به. لم يتحمل أكثر من لكمتين فهوى على الأرض. فكر مصطفى في الانصراف، ولكنه تذكر أن ما أوكل إليه أساسه أن يرصد وإن استطاع أن يمسك بذلك الشخص الذي يتتبع خطوات خديجة. أخرج هاتفه النقال واتصل بشقيقه فارس الذي لم يتأخر في الوصول، ثم حضرت الشرطة واقتيد الجميع إلى الكوميسارية. أثناء الاستماع إليه ظل منكرا أن يكون من بعث بتلك الرسائل إلى خديجة، بل إنه ظل متمسكا بأنه كان هدفا لاعتداء من مصطفى. استدعيت أم خديجة لتدلي بشهادتها. ما أن رأتها حتى قالت إنه الشخص نفسه الذي رأته في القيصرية. كانت التحريات التي أجريت حول الرجل واسمه عبد الحميد أنزال قد كشفت أن له مكتبا للسمسرة لا يبعد كثيرا عن الثانوية التي تدرس بها خديجة. ثم تم توسيع نطاق التحريات، واكتشفت في حاسوبه في مكتبه تلك الرسائل التي بعث بها إلى خديجة، التي اعترف في النهاية أنه حصل على بريدها الإلكتروني من صديقة لها لقاء 50 درهما. اعترف بأنه عاشق الليل، وأنه كان يسعى إلى أن يسقط الفتاة في شباكه كما أسقط فتيات من قبلها. في زقاق ضيق يتفرع عن زنقة غرناطة في مدينة المضيق، في منزل من طابق أرضي ونصف طابق علوي، استقرت منذ أزيد من عقدين أسرة المصلوحي، التي تتكون من الأب عبد الله والأم فاطنة وثلاثة أبناء وبنت واحدة. يعمل عبد الله طباخا في مطعم شعبي، بينما تتولى زوجته شؤون البيت. الابن الأكبر الذي كان في العام 2000 يبلغ من العمر 22 عاما، تعلم حرفة النجارة وانتقل للعمل في تطوان. يأتي لزيارة العائلة نهاية كل أسبوع بعد أن يقبض أجرته التي يدفع جزءا منها لوالدته التي وعدته بادخار ما يدفعه لتزويجه من بنت الجيران. كان هذا الشاب واسمه عبد الكبير من طينة أولئك الشباب المسالمين الذين يجتنبون كل ما قد يجرهم إلى الاصطدام مع الآخرين. أحيانا كان يفهم طبعه ذاك بأنه عنوان على سلبيته. شقيقه الأصغر عبد الحميد الذي تابع دراسته حتى السنة 9 التحق بورشة ميكانيكي في المضيق، ولا تفتأ أمه تشكو ما تعانيه بسبب ملابسه المتسخة
بزيوت المحركات ومن أصابعه التي كانت تقول إن أقوى منتوج لماء جافيل لن يزيل ما علق بها من الأوساخ. عبد الحميد هو الآخر، كان يساهم بنصيب من أجره الأسبوعي في نفقات الأسرة. سعيد أصغر الذكور كان يبدي رغبة واضحة في مواصلة الدراسة، هو الآن في القسم السادس. أما خاتمة العقد في أسرة عبد الله المصلوحي فهي البنت الوحيدة التي اختارت لها أمها من الأسماء جنان، كانت تشبهها كثيرا. في العام 2000 كانت جنان في القسم الرابع، وكثيرا ما كان المارون بالزقاق يسمعونها تردد بصوت مرتفع صورا من القرآن الكريم وبعض الأناشيد وقطعا كاملة من المطالعة وأحيانا نصوصا بالفرنسية. حياة بسيطة ولكنها تنزع إلى السعادة تلك التي تعيشها عائلة المصلوحي. كذلك ظلت حتى ذلك الأحد 5 أكتوبر من العام 2000. لم يأتي عبد الكبير إلى المضيق، كان قد اعتاد القدوم مساء كل سبت، ولكنه لم يأتي، ولم يكن هناك فيما يبدو ما يبرر غيابه ذاك. يبدو عبد الله أكثر هدوءاً بينما كانت زوجته فاطنة تبدو متوترة، وقد هم عبد الله بالذهاب إلى تطوان ليستجلي السبب الذي منع عبد الكبير من القدوم، ولكنها أثنته ونصحته بالذهاب صباح الاثنين إذ ستكون مفتوحة الورشة التي يعمل بها. نام كل من في البيت تلك الليلة إلا فاطنة التي ظلت تتخيل ما قد يكون حدث. في كل مرة كانت تدعو الله أن يكون الأمر خيرا. تناول عبد الله برفقة أبنائه وزوجته وجبة الفطور، ولما انصرف الأولاد إلى مدارسهم ودع فاطنة ومضى إلى تطوان. هو يعرف معمل النجارة الخشبية حيث يشتغل عبد الكبير، محطة سيارات الأجرة الكبيرة التي تأتي من المضيق لا تبعد كثيرا عن المكان. رحب به رب المعمل، ولما سأله عن ابنه قال إنه لم يستأنف عمله منذ الأسبوع الذي مضى. أضاف الرجل الذي كان يرتدي وزرة زرقاء ويضع على أذنه قلم مداد جاف أنه بعث في طلبه من يعرفون سكنه، ولكنهم لم يتلقوا جوابا بعد أن طرقوا الباب مرات متتالية. لكم أن تتصوروا ما أحس به الرجل. تداخلت المشاهد في مخيلته وأحس بما يشبه الدوار. جاء رب معمل النجارة بكوب ماء وأجلسه كرسيا قديما. لما أحس بأنه استرجع بعضا من قوته استأذن رب المعمل أن يبعث معه بمن يدله على سكن ولده. من عمق المصنع يأتي صوت احتكاك المنشار الكهربائي بالألواح الخشبية. نظر صاحب المعمل جهة المنشار، لم ينادي أحدا، ولكنه ترصد أن يرفع أحدهم بصره إليه، ولما حدث لوح بيده إلى الذي نظر إليه وبإشارة تغني عن الكلام طلب منه أن يبعث له بالذي يمسك اللوح الخشبي. ما هي إلا ثوان حتى جاء الشاب الذي حمل شعر رأسه ما يكفي من غبار الخشب ليغطي لونه. لاحظ عبد الله أن كفه اليمنى ينقصها الخنصر بينما لم يبق من السبابة إلا نصفها. قال له رب المعمل أن يدله على سكن عبد الكبير. حرك رأسه موافقا ولم ينطق كلمة. نظر إلى عبد الله، ابتسم وتقدم. خرج من المعمل وشيئا فشيئا لم يعودا يسمعان صوت المنشار الكهربائي. كانت وجهتهما حي المصلى. في زنقة مراكش في منزل تشي واجهته بقدمه صعد سلمين مظلمين، ولما وصل السطح فتح الباب فظهرت غرفتان لهما بابان حديديان صبغا بلون رمادي. تقدم الشاب إلى الباب التي على اليمين، طرقها بقوة مرات متتالية. لم يأتي أي رد من الداخل، وقد أيقن أن لا نفس في تلك الغرفة. لما كان يهمان بالمغادرة قال الشاب إن عبد الكبير لم يكن يسكن تلك الغرفة بمفرده، بل كان يتقاسمها مع شاب آخر من مارتيل اسمه عبد العزيز. قبل أن يسأله عبد الله
قال الشاب إن عبد العزيز هذا يعمل في مخبزة وسط المدينة. اقترح على عبد الله أن يعرج عليه، فقد يكون معه خبر عن عبد الكبير. كانت مخبزة أنيقة، لها طابق تحت أرضي وضعت به الأفران وآلات العجن وكل المعدات التي تستعمل في الخبز وصناعة الحلويات. نادت الفتاة التي صبغت شعرها بالأصفر والتي تتولى التحصيل، نادت على المعلم أحمد. بعدما يقرب من 10 دقائق أطل رجل قد يكون بنفس عمر عبد الله، على رأسه طاقية استطالت على أم رأسه، ويرتدي وزرة بيضاء التصقت بأكثر من مكان منها قطع من العجين، الأقدم منها نزع لونها إلى الأصفر. تحت أنفه الذي ينزع إلى الطول شارب قص بعناية وامتد دقيقا فوق شفته. نظر الرجل إلى عبد الله وفاجأه الذي يرافقه بأن سأله عن عبد العزيز. عبد العزيز من؟ ود لفقيه. ابتسم الرجل وازداد شاربه الدقيق تمددا، نظر إلى عبد الله. هل هو ولدك؟ لا يا سيدي، ولكنه كان يتقاسم السكن مع ابني. نعم، كان يحدثني عنه أحيانا. اسمه عبد الكبير، أليس كذلك؟ هو كذلك. عبد العزيز وعبد الكبير سافر معا إلى إسبانيا، تسلل إلى سبتة ومنها إلى إسبانيا. أنهى الرجل كلامه بابتسامة جديدة، وقد استغرب عبد الله أن يسافر ولده دون أن يخبر أحدا من الأسرة، يتساءل عن الوسيلة التي ستقوده إلى عبد الكبير أو إلى خبر يطمئنه. كان أكثر ما يؤلمه أنه سيعود إلى زوجته فاطنة بلا خبر يقين عن ابنهما. ودع شاكرا ذاك الشاب الذي رافقه من معمل النجارة. كانت الساعة تقترب من 1 ظهرا حين دخل منزله في المضيق. أقبلت عليه فاطنة، لم تكن مقطبة الجبين كما تركها في الصباح، لم تنتظر أن يقتعد مكانه المعتاد. قالت: عبد الكبير في إسبانيا. ومن قال لك؟ لقد ذهب عند أخي محمد في برشلونة، أبلغتني بذلك أمي، فقد اتصل بها محمد قبل 2 يوم وأبلغها بذلك. تمازج في أعماق عبد الله شعور بالفرحة لأن مآل ابنه لم يعد مجهولا، وبالخوف لأن وجود عبد الكبير في إسبانيا بصفة غير قانونية سيخلق له متاعب هناك، سيكون مآله الترحيل، وحين يصل سيتابع قضائيا. مرت 10 أسابيع، كان المصدر الوحيد لأخبار عبد الكبير جدته لأمه التي كانت تتلقى مكالمات هاتفية من ولدها محمد الذي يؤويه. ثم 10 من دجنبر طرقت باب منزل عائلة المصلوح امرأة برفقتها فتاة تبدو دون 20. لما فتحت فاطنة وقعت على المرأة والفتاة، ابتسمت لهما تنتظر أن تقولا فيما جاءتا فيه. سكتت الفتاة وتكلمت المرأة التي قالت إنها أمها. قالت لفاطنة إنها جاءت تبحث عن تسوية سلمية وحبية. بهرت فاطنة إذ أبلغتها المرأة بأن عبد الكبير غرر بابنتها، ولما حدث الذي حدث اختفى. حسبت أن في الأمر خطأ، ولكن المرأة أكدت أنها تقصد عبد الكبير ولدها الذي يعمل في النجارة بتطوان. بدت تتوفر على معلومات محددة، وقد رأى عبد الله والده أنه إذا ما صح ما تدعيه المرأة فإنه سيكون سبب مغامرة عبد الكبير بالتسلل إلى إسبانيا. مرت 4 أيام ثم جاءت تلك المرأة إلى منزل المصلوح. قالت لفاطنة إن ابنتها تتوفر على صورة لعبد الكبير أهداها إليها، ثم أخرجت الصورة من حقيبتها اليدوية. نظرت إليها فاطنة وقالت: هذا الذي في الصورة ليس ولدي عبد الكبير. نكرانكم لن يفيد في شيء، ردت المرأة ثم انصرفت. بعد 2 كانت عائلة المصلوح تنتظر عودة ابنها عبد الكبير الذي كان قد تمكن من تسوية وضعيته القانونية في إسبانيا، حيث اشتغل في مقاولة للبناء. في باب سبتة تم اعتقاله، ظن والده أنه اعتقل بتهمة الهجرة غير الشرعية، ولكنه
ما لبث أن اكتشف أنه فضلا عن الهجرة السرية اعتقل بناء على شكوى تقدمت بها لدى النيابة العامة تلك المرأة التي جاءت من تطوان تسأل عنه وتتهمه بالتغرير بابنتها. كان عبد الكبير ينكر معرفته بتلك الفتاة أو بأمها. لما استدعيت للتعرف عليه قالت إنه ليس الشخص الذي تعنيه، ثم أحضرت صورة ذاك الذي تريد مقاضاته. ما أن نظر إليها عبد الكبير حتى عرفه، قال إنه كان يسكن غرفة ملاصقة للغرفة التي كان يكتريها في حي المصلى. سيعلم لاحقا أن ذاك الشاب هو من سرق منه بطاقة تعريفه الوطنية وانتحل هويته وقام بعمليات نصب، وقد اعترف بذلك حين أمسك به. في مدينة سان لوي بالسنغال، في منزل يطل على شارع الجنرال دوغول على بعد بضع عشرات الأمتار من ملعب كرة القدم، كان يسكن منذ العام 89-900 الطبيب جيغاغ. في اللوحة التي عند باب سكنه يقرأ الدكتور جيغاغ لوبيردغي، الطب العام. في سكنه ذاك على مدى سنين طويلة كان يستقبل الدكتور جيغاغ المرضى. تغص قاعة الانتظار بالنساء اللواتي تحملن في ظهورهن أطفالا يقرأ السقم في عيونهم، ومسنين ينتظرون من الدكتور جيغاغ وصفة تخفف آلامهم أو تشفي جروحهم. لم يكن الدكتور جيغاغ متزوجا، وقيل إنه راهب، ولكن خصوصياته تلك لم تكن لتهم عموم الناس الذين يقصدونه لما عرف عنه من حسن المعاملة. كان هذا الفرنسي القادم من ليون والذي يبدو دون سنه 55 يعيش في انسجام مع محيطه السنغالي. كثيرا ما كان يشاهد في ملعب كرة القدم يتابع مباريات محلية، وكثيرا ما كان في قلب مبادرات ذات صبغة إنسانية وراءها هيئات من المجتمع المدني. كان يبدي حبا خاصا للسنغال. من حين لآخر كان يكتري قاربا تقليديا لنزهة عند مصب نهر السنغال. لم يكن في حياة الطبيب الفرنسي الذي صار وجها مألوفا في سان لوي ما يلفت الانتباه. صباح الرابع من شتنبر من العام 2000، وكان يوم جمعة، تجمع عند باب سكنه عدد من المرضى. لما تجاوزت الساعة 10 دون أن تفتح الممرضة التي تساعده باب العيادة، بدأ يتسرب إلى نفوس المنتظرين الشك. الدكتور جيغاغ غير موجود، ولكن الذين يعرفونه منذ مدة وطلبوا عنده العلاج من قبل يعلمون أنه حين يكون في عطلة يعلق ورقة على الباب يخبر فيها بأنه سيتغيب، ويذكر تاريخ الإغلاق وتاريخ إعادة فتح العيادة، ولكنه في هذه المرة لم يترك ورقة على الباب. فما الذي حدث؟ الذين لم ييأسوا من فتح العيادة انتظروا حتى جاوزت الساعة 12 ثم انصرفوا، ولكن الأسئلة ظلت تتناسل ومضت التكهنات في اتجاهات شتى. ولكن ما أسر به جار للدكتور جيغاغ إلى أحد معارفه ممن جاءوا لإجراء الفحص يدفع إلى القلق. قال كريم ديالو الذي يعمل محاسبا في شركة للمشروبات الغازية إنه عاد إلى منزله متأخرا في الليلة الماضية، قدر أن الساعة كانت تقترب من منتصف الليل، وأنه أثار انتباهه وجود سيارة رباعية الدفع أمام باب منزل الطبيب جيغاغ. قال إنه شاهد الطبيب يخرج حاملا حقيبته ويركب في تلك السيارة وقد أحاط به اثنان. ظن كريم أن الدكتور جيغاغ مضى لإسعاف حالة مستعجلة وأنه سيعود إلى منزله، ولكن النوافذ ظلت مغلقة طيلة ذلك اليوم، والذين طرقوا الباب لم يأتهم جواب. ضحى اليوم التالي كان أمام منزل الدكتور جيغاغ أكثر من 20 منتظرا. مرت دورية للشرطة، توقفت السيارة غير بعيد وجاء شرطي يمشي بخطى تعبر عن حزم. ما الذي يجري هنا؟ ننتظر الطبيب، قال صوت من وسط المنتظرين. إنه لم يفتح أبوابه منذ أمس، عقب صوت امرأة. حرك الشرطي قبعته، رفعها قليلا وهرش رأسه ثم تقدم نحو الباب.
انفتح بين الجمع ممر سلكه الشرطي الذي اكتسبت ملامحه بعض القساوة. طرق الباب وكالآخرين لم يأته أي جواب. وقف لحظات ثم سلك ذاك الممر الذي شطر جمع المنتظرين شطرين. سمع يقول محدثا نفسه: سنرى. ثم دلف إلى السيارة، ركب وتحركت فورا. في المقر الرئيس للشرطة في سان لوي لم يكن الدكتور جيغار لوبيردري ناكيرا. حين أبلغ رئيس المفوضية بغيابه ليومين فهم على التو أن ذلك قد يخفي شيئا ما. قرر أن يبعث من يطرق الباب، وفي حال اقتضى الأمر ذلك من يقتحم المنزل. لما حل بالمكان شرطيان لم يكن قد بقي من المنتظرين سوى قلة تعد على أصابع اليدين. طرق أحد الشرطيين الباب، لا من مجيب. إذ ذاك اتصل بواسطة اللاسلكي الذي يحمله بمقر المفوضية. جاءه الرد وسط حشرجة الجهاز. تمكن بعض المتحلقين من تبين صوت يقول: افتحوا الباب. تراجع الشرطي الآخر بضع خطوات ثم ضرب برجله الباب بقوة. في المرة الثانية انفتحت. بقي أحد الشرطيين في الباب يمنع المتحلقين من الدخول، بينما قام آخر بجولة في المنزل. لا أثر للدكتور جيغار. لاحظ أن فراشه لم يكن موضبا، وعلى المكتب في الجناح الذي يتخذه عيادة اكتشفت ورقة كتبت بخط كبير: الدكتور جيغار سيظل في يدنا. وفجأة رن هاتف مكتبه. رفع الشرطي السماعة. نعم، قال صوت رجل بنبرة متثاقلة: تأخرتم في الوصول، يبدو أن أمر الطبيب لا يهمكم. من أنت؟ لا، ما هكذا ينبغي أن ترد أيها الضابط. ثم انقطع الاتصال. حمل الشرطي تلك الورقة وخرج. أغلق الباب، قال لصاحبه ألا يسمح لأي كان بالدخول، ثم مضى إلى السيارة وقد وضع بمحاذاة فمه جهاز الاتصال اللاسلكي. بدا لرئيس المفوضية أن الدكتور جيغار لوبيردري تعرض لعملية اختطاف. في الورقة التي تركت على مكتبه لا توجد أي إشارة إلى الجهة التي تحتجز الطبيب، ولا توجد إشارة إلى مطالب لقاء الإفراج عنه. قام فريق من الشرطة التقنية بمسح المنزل، واستوقف المحققين ما نقله الشرطي الذي رد على الهاتف من أن الذي اتصل قال تأخرتم في الوصول. ظن أحد الباحثين أن الذي اتصل قد يكون عاين وصول الشرطة إلى منزل الطبيب جيغار، وإنه ربما كان بين الذين تجمعوا أمام المنزل أو هو يسكن منزلا قريبا. توصل الباحثون إلى أن الاتصال الهاتفي الذي تم بمنزل الطبيب الفرنسي كان من رقم هاتفي في منزل يقع في زنقة باريس. سريعا أرسلت قوة إلى المكان وتم تطويق المنزل. كان منزل تاجر معروف كثير التنقل بين السنغال وموريتانيا اسمه حميد ليلو. لحظتها لم يكن هناك، ولكن شقيقه مامادو قال إن الذي استعمل الهاتف شخص لا يعرفه اقتحم عليه البيت وأجرى المكالمة. كان معه آخر بيده مدية. قام فريق تقني برفع البصمات التي ارتسمت على الهاتف، ولكنها لم تفض إلى تحديد ظنين ما. ثلاثة أيام بعد ذلك تم الاتصال بمفوضية الشرطة. قال المتصل إنه هذه المرة سيسمع صوت الدكتور جيغار لوبيردري. بعد ثوان جاء الصوت يقول: أنا الدكتور جيغار لوبيردري. الناس الذين أوجدوا في ضيافتهم يعاملونني معاملة حسنة، ولكن الأمر قد لا يطول. أرجوكم أبلغوا السفارة الفرنسية، على المسؤولين فيها أن يتجاوبوا مع المطالب، وإلا فإنهم سيتحملون وزر موتي. ثم توقف الصوت وجاء صوت آخر يقول: أظنكم سمعتم، بعد 48 ساعة ستكونون أمام لحظات تحمل مسؤوليتكم في الذي سيأتي. ثم انقطعت المكالمة. كان الرقم الهاتفي الذي يتم الاتصال منه مكشوفا، وقد استطاع تقني الشرطة تحديد مكانه. هذه المرة تحركوا بسرعة إلى العنوان الكائن في طريق المقبرة. تم تطويق المنزل وتفتيشه تفتيشا دقيقا.
لم يعثر على أحد، وقد لاحظ أحد المحققين غياب كل أثر لوجود شخص ما في المنزل ومنذ فترة. كان ذلك محيرا. ثم عن طريق الصدفة رأى خيطا للهاتف ينطلق من مقبس في الصالون، ثم يخترق الإطار الخشبي لنافذة تطل على حديقة صغيرة خلف الدار. دفع الفضول الباحث إلى اتباع الوجهة التي أخذها الخيط الهاتفي. عبر الخيط الحديقة ومضى إلى منزل يقع بعد الحديقة. جمع الضابط المسؤول عن تلك العملية فريقه، وكانت التعليمات التظاهر بالانسحاب ثم الالتفاف حول المنزل والذهاب إلى حيث مضى الخيط الهاتفي. بعد أقل من ربع ساعة تم تطويق ذاك المنزل دون إثارة كبير انتباه، ثم بسرعة تم اقتحامه. فوجئ من كانوا فيه. ثلاثة سنغاليين اكتشفوا حول مائدة وضعت عليها عدة قنينات من خمر. لم يترك لهم متسع للهروب. وفي غرفة أغلقت بإحكام اكتشف الطبيب جيغار لوبيردغي. كانت يداه مكبلتان. فك وثاقه واقتيد الثلاثة إلى مفوضية الشرطة. علم المحققون من الطبيب جيغار أن الذي خطفه هو حميد ليلو، التاجر الذي جاءه ليلا يطلب إسعاف صديق له كان قد أصيب بطلق ناري. قال إن الجريح يوجد في منزل بطريق الكورنيش. سريعا توجه فريق إلى العنوان ومعه الدكتور جيغار. دون ما انتظار تم اقتحام الباب. كان المريض طريح فراش في غرفة في عمق الدار، بينما شوهد شخص آخر كان معه يقفز من النافذة ويسرع إلى سيارة كانت متوقفة غير بعيد. ما أن انطلق حتى تبعته سيارة للشرطة. كان طريق الكورنيش شبه خال من السيارات. مضى الهارب شمالا حتى بلغ المنعطف بمحاذاة القرية التقليدية. لما تجاوزها حاول أن يعالج انعطافا إلى اليسار، فقد التحكم في السيارة وشوهدت وهي تنقلب ثم تتدحرج. توقفت سيارة الشرطة ونزل ثلاثة ضباط مسرعين. لما وصلوا كان السائق يحاول الخروج من السيارة المحطمة. كان التاجر حامد ليلو. جروحه متوسطة الخطورة ولم تحل دون الاستماع إليه. تبين أنه نظم خطف الدكتور جيغار لوبيردغي للتدريب على عملية خطف أخرى أكثر خطورة وبتنسيق مع شركاء له خارج السنغال.